بسم الله خلونا دلوقتي نشوف مثال عملي ازاي هشتغل على كلاش ديتكتيف خلينا نفتح مشروع اخر وليكم مثلا هقول له اوبن سامبل فايلز هنختار مثلا جيتنج ستارت ال ان دبليو اف مش موجود طب ايه اللي موجود ال ان دبليو سي طيب انا عايز افتح التلاته مع بعض في نفس الملف تمام بيقول لي عايز سيف الشغل الموجود دلوقتي فبقول له لا تمام لو انت عندك برنامج الريفت تقدر تصدر من برنامج الريفت على طول يعني تيجي تفتح كده برنامج الريفت وتروح لادنس اكسترنال تولز هتلاقي تصدير للنفس وركس في اختيارات مهمه وانت بتصدر لازم تختارها معاك او لازم تبقى عارفها مثلا كونفرت لينك كات فايل هل انت محتاج الملف اللي كان معاك ولا لا كونفرت لينك فايل يعني لو انت شغال مثلا على ملف كهرومكانيكال وساحب معاك المعماري والانشائي هيدخلوا ويصدروا في نفس الملف تمام هل انت عايز تصدر الكوردينيشن بتاعتك الكوردينيتس باي بروجكت الابعاد النص اصلا بتاع المشروع ولا شيرت لو انت في اكتر مبنى فممكن تخليهم شيرت لان لو كلهم تحطوا في الزيرو زيرو بتاعه المشروع كله هيبقى فوق بعض هتصدر المشروع كله ولا الفييو ده بس ولا ولا الحاجه اللي انت محددها سلكشن في برضه اختيار كويس اللي هو ديفايد فايل انتو ليفل يعني لو انا عندي مثلا عمود طلع كذا دور يبدا لي ليفلات ده بحيث لو انت عايز تعمل محاكاه يبقى دور دور يظهر العمود فيه تمام طيب خلينا نيجي هنا واقول له كلاش ديتكتيف هبدا اختار بقى من هنا واقول له اتست تمام ممكن اقول له طيب؟ ممكن أقوله مثلا ام اي بي مع الانشاء تمام ده كده يبقى اختار كويس هنا بقوله له انا عايز مثلا الحاجات ال تعمل لي الحاجه 3 دي هنا لو هما في خطوط مشتركه بينهم تبدا تشوفها هنا لو في نقط خليها اللي هي السيرفيس طيب ممكن ما تقولوش الام اي بي ممكن تقول له انا عايز مثلا دور دور عايز دور ده بس تمام مع الاستراكشر او ممكن تقول له اعملها لي كومباكت يبدا يضغط لك الحاجات ما تفاصيل بقى يجيب لك بس ايه بالشكل دوت الستاندرد بيديك إنك تدخل جوه التفصيل البروبرتيز ممكن تقول مثلا انا عايز الحاجه اللي بتريا بتاعتها كذا انا عايز الحاجه اللي خصائصها كذا ولو انت عامل ورك سيت تبدا تظهر عندك موضوع الورك سيت تمام يعني لو انا جيت هنا مثلا عملت سيلكت على اي حاجه وقلت له سيلكشن عمل له ورك سيت ليها فتبدا تظهر لي الست هنا تمام طيب انا هقوله آه مثلا ستاندرد خلي لي ال ام اي بي مثلا مع الاستراكشر تمام انت عايز الكلاش ده اللي هو كلاش حاجه خبطة فعلا مع بعض ولا ممكن نقوله له كليرنس ان احنا عايزين نشوف آه آه الاثنين مش خاطفة بعض بس المفروض ان في بينهم كليرنس او في بينهم مسافه مثلا آه 10 سم فلو اقل من 10 سم اعتبرها كلاش او دبليكيت شوف لي الحاجات الدبليكيت طيب. تمام وتيجي هنا في الرولز هتقول له مثلا انا لو الاتنين على نفس اللاير ما تعتبرهمش كلاش تمام يعني لو الاتنين في نفس الفايل تجاهله يعني هو ده دي قواعد مثلا ان لو في حاجتين مثلا كل شويه بيجيلك كلاش مثلا ان في بايب وفي فيتنج طب انا عايز أقوله لو الاتنين في نفس الحاجه ما تعتبرهاش كلاش لان طبيعي ان البايب مع مع الفيتنج اللي بتركب معاها تبقى فيها كلاش التفصيله بتاعتها يعني ممكن يكون في غلطه في الفيتنج نفسها فانا ممكن اقول له ايه ران تيست يبدا بقى يعمل التيست بتاعه ويبدا يشوف ايه المشاكل اللي موجوده بين الام اي بي والاستراكشر تمام في مشاكل بتبقى فعلا مشاكل حقيقيه وفي مشاكل بيبقى فاهم يعني مش مش مشكله زي مثلا ايه ان محتاج مثلا اوبننج تتحط او حاجه زي كده او هي دي طبيعي بتاعتها مثلا ان انا عندي الماسوره بتاعت الصرف مثلا هتمشي مثلا في ايه الفلور تمام فانا ببدا اشوف المشاكل اهيت تمام ايه اللي جاب لي في الام بي المهم تقدر تشوف المشاكل كلها وتقدر تقول مثلا انا عايزك تلون لي ده او تلون لي دوت او استخدم الاستاتس كلر هايلايت اول كلاش معناها ان هو هيلون لي اي كلاش حتى لو انا مش عامل له اي كلاش في المبنى بيعمل عليه تلوين تمام دي دي كلش اللي في المبنى حاجة زي كده أول ما تتقرب منه بيبدأ يعمل زوم وهنا لو أنت عدلت الفيو كده تمام بيبدأ يكون لي لقطة أو ممكن تيجي تدوس هنا مرتين إن دي مثلا عايز هنا آخد سيف فيو بوينت يحتفظ بيها لو في أي كومنت تقدر تكتبه تمام بحيث إن كل كلاش يبقى ليه المعلومات بتاعته وهنا هتلاقي الستاتس بتاع الكلاش ده ممكن تكون الكلاش ده مثلا ابروفد مش مش عامل لك مشكله فتروح معلم عليه ان هو ابروفد فتلاقي الرقم هنا اتغير الكلاش ده مثلا آه ريفيو شفته انت قبل كده الكلاش ده لسه اكتف ريسولفد اتحل وهنا تاريخ اللي لقى فيه الاكتشاف ومين اللي وافق عليه ما ينفعش حد ياخد رشوه ويوافق على حاجه من غير ما ما يكتب اسمه نوع الكلاش اساين تو يعني الكلاش ده مين اللي هيبقى مسؤول عنه تقدر تقول مثلا اسم الشخص تقدر تقول مثلا ام اي مجموعة عبيد مثلا الموظفين الموجودين المسافة قد ايه بحيث ممكن تكون مسافة صغيرة فانت تقبلها عادي يبدأ يجيب لك الـ 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 دي كل الكلاشات طبعا زي ما نشوف كلاشات رهيبة احنا ده ده مجرد مثال يعني تمام انما لما بنيجي نعمل بنعمل مثلا للبايب لوحده للتكييف لوحده للفاير لوحده بحيث نشوف المشاكل الكبيرة ونبدأ نحلها وبعد كده نبدأ ندخل في المشاكل الصغيرة الفيو بوينت هتبقى اوتو ابديتد للمشاكل الموجودة انيميت ترانزليت بص لما بيجي تنقل المفروض تبقى فيه مرونة لما بتشيل العلامة ديت بتنيل نقلة كده عنيفة شوية أو صلبة شوية تمام بعد كده بقول له سيموليشن اعمل لي محاكاة للموضوع الفيو طيب هقوله له هنا ريبورت تعمل لي ريبورت بيقول لي ايه العنصر اللي انت عايزه في الريبورت بتاعك وهيطلعه على هيئه الشيميل ملف صفحه الانترنت في المشاكل وفي صور ليها ومن ضمن الاختيارات ان انت ممكن تطلعه فيو بوينت يعني يبداوا يظهروا كلهم هنا مره واحده الكلاشات كلها تظهر هنا في الفيو بوينت وده ممكن يفيدك في ان انت بقى تعمل كل فيو بوينت تفتحه وتبدا تشوفه وتكتب عليه الكومنتات او تاخد عليه بعض الهايلايت تبدا تشوف المشاكل وتبدا تحط الكومنتات بتاعتك وتبدا تناقشها هل هي مشكله حقيقيه ولا البرنامج واخد مشكله بانما هي مش مشكله لان المشكله حلها مش مشكله لان المشكله ان مفيش مشكله وما مفيش مشكله يبقى المشكله بس تقدر تضيف اكتر بالتيست وتقدر كل واحد فيهم تحط فيه التيست اللي انت عايزه مثلا ده الاركتشر مثلا مع الاستراكشر مثلا تبدا تشوفه وتبدا تشوف مثلا ممكن تحدد الاعمده الكاميرات من الخصائص اللي هنا تبدا تشوف مثلا الدور الاول مثلا لو انت قلت له صدر لي الاعمده من غير ما تعمل ديفايد هتلاقي العمود مره واحده موجود انما هنا هتضطر بقى تدخل في دور دور تحد الاعمده وتقول له يعني مثلا تدخل الدور الاول تحد الاعمده الدور الثاني تحد الاعمده لان انت قلت له اقطع في الاعمده طيب لو انت اكتشفت اي مشكله وعايز تشوفها في الـ 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 الريفت عشان تحل المشكله اول حاجه روح للريفت ماشي وهتيجي تفعل هنا بقى ايه حاجه اسمها نفس وركس سويتش تمام الاختيار ده بتحدده وبعد كده بترجع تاني للنفس تيجي هنا تقول له سويتش باك يعمل ايه هو الملف ده مش موجود اصلا يعني فهو بيقول لي هات لي الملف ده ونفتحه لك ما عنديش مشكله بس هو المفروض لو انت شغال في المشروع عندك في الشركه تمام بيروح هو فاتح الملف ده ما دام انت سويتش باك فعلته في الريفت وجيت فعلته بعد كده في النفس